ماشي. فانا هقول ايه؟ مش هينفع اقول هي هاف، هقول ايه؟ هي هاز، صح؟ يعني ايوه هو عنده. تعالي بقى اقرأي وحطي هاف ولا هاز. بوت هاف اور هاز، يعني ضعي هاف اور هاز. اقرأي يا رغد اول واحدة. شي شي في ايه؟ هاف اور هاز. شي شي هاف ولا هاز؟ بص يا رغد، انا عندي هي وشي شي وات، بيحبوا الاس في كل حاجه. يعني اقول هي وشو وات بياخدوا هيز يعني يكونوا، وهي وشو وات بياخدوا هاز يعني عندهم. يبقى هنا هي شي شي ايه بقى؟ هاف ولا هاز؟ هات شي هاز، صح. She has ايه؟ اقرأي كملي بقية الجملة. she has have was white was white white يعني أبيض. white white ايه؟ white ايه بعد بقى؟ بعد كلمة white كلمة ايه؟ اقرأي يا رغد، يعني بعد كلمة بعد white كلمة ايه دي؟ وايت ايه؟ وايت كيت، يعني قطه بيضاء. يا قولي الجمله كلها على بعضها وترجميها لي يا رغد. ايوه كده، خليكي فاتحه، خليكي فاتحه الكاميرا. هي عندها قطه بيضاء، قولي بقى كده. شي ها هاز ها وات وايت، وات كات برافو عليك. قولي اللي بعديها. اي ها هاز اي هاز صوت صح. وذوق يعني ايه بقى؟ قولي لوحدك، ما تبصيش لحد. يعني ايه اي؟ يعني انا اي هاف، يعني ايه اي هاف؟ أنا أمتلك انا امتلك. ايه دوج؟ يعني ايه دوج؟ مش عارفه دوج. كلب. اي هاف ا دوج، يعني انا امتلك كلب. اي هاف ا دوج، يعني انا عندي كلب. قولي اللي بعديها بسرعه. يعني ايه وي؟ وي يعني وي هاف. وي هاف ايه؟ وي هاف ايه؟ a big house. يعني ايه a big house؟ يعني ايه big house؟ صح. يبقى احنا نحن نمتلك بيت كبير. we have a big house. اللي بعديها. You you have have you have have صح. a learn نايس نايس. nothing السي طالما بعديها ايه يا رغد؟ يا رغد السي طالما بعديها ايه تتنطق اس. نايس نايس يعني جميل. نايس ايه بقى؟ كلمة ايه ده هي؟ كلمة ايه هيك؟ هات هات يعني طاقية. يو هاف ا نايس هات، يعني عندك طاقية جميلة. يو هاف ا نايس هات، you have a nice hat، عندك طاقية جميلة. نمبر 5 ات ات ايه اس كده؟ خطأ خطأ. ات ايه؟ هاز it has. اقراي بقى الكلمة اللي بعديها وحاولي ان انت تقرايها كويس وترجميها. it has هلا along هلا along ايه؟ تل ديل. عارفه يعني ايه تل؟ يعني ديل، يعني هي عندها ديل طويل. it has a long tail، ديل زي اللي طويل.
It has a long tail. قوليها تاني، قوليها تاني يا رمز، مفيش جواب حد. قوليها تاني. It. يلا يا رغودة. نعم ماشي، يلا اللي بعديها. نمبر زي سيكس. لا، نمبر سيكس رقم ستة. هي ايه؟ هاي هي هاي. فيها كده صح؟ لا كده صح يا رغد؟ صح لا غلط، عشان هي وشي وانت بيحبوا الاس، يعني ما ينفعش اقول هي هاب، اقول هي ايه؟ هي ها هي ها ها هاز بالاس، هي هاز. ممكن نقعد كويسين؟ ها هي هاز. كملي بعد كلمة لا هاز. هي هاز ايه؟ بلاك؟ هاوس لا، هاوس الاس والاتش نتي ايه؟ شه شه شه. شوز. شوز يعني شوز حذاء. He has black shoes، يعني هو اسمع عنده حذاء اسود. He has black shoes. يلا يا رمض. نمبر 7. رقم 7 يا رمض. نمبر 7. زي زي هما زي زي ايه؟ they have، هم عندهم لا they have ايه؟ ايه دي؟ يلا يا رغد. أريد اريد ايه؟ ريد ايه؟ أريد ريد ايه؟ أه ريد كار. يعني ايه ريد كار؟ يعني ايه ريد كار؟ عربية لونها احمر، يبقى زي هاف ريد كار. قوليها تاني. زي، يلا يا رغد. زي ها زي ها ها ايه؟ ها كملي يا رغد. زي هاف ايه؟ دي كلمة ايه؟ ريد. ريد ايه؟ كار. زي هاف ريد كار، يعني هم عندهم عربية لونها احمر. زي هاف ريد كار. زي هاف ريد كار. ماشي. رقم 3. رقم 8. اقرأي يلا يا رغد. كيف جاب حد؟ اقرأي انت. رغد سمعني كده؟ سمعني يا رغد؟ طب يلا اقرأي. طب يلا اقرأي كلمة ايه؟ سالي. 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 سالي ده هي تقول عليها هاء، هتاخد هاف ولا هاز؟ سالي هتاخد هاف ولا هاز؟ سالي دي يعني شي، يعني هي الشي بتحب الاس ولا ما بتحبش الاس؟ بتحب يبقى سالي ايه؟ هاز هاز. سالي هاز. كراي اللي بعديها كلمة ايه؟ بلاند. تلا بلا بلاند هير. سالي هاز بلاند هير، يعني شعر اشقر، عندها شعر اشقر. سالي هاز بلاند هير.
سالي هاز بلوند هير. ماشي هير. ماشي. ميري اند لوسي. ميري ولوسي دول احنا هقول عليهم هما يعني زي ميري ولوسي دول يعني زي هما عندهم تمام. يبقى زي ايه؟ هاف ولا هاز؟ هاف. هاف دي ما بتحبش الاس، يبقى زي هاف. بعديها كلمة ايه ده هي؟ يلا بسرعة يا رب. زي هاف ايه؟ دي كلمة ايه؟ دول دول. يعني ايه دول؟ دول يعني ايه كرة دول؟ دول يعني ايه؟ كرة كرة لا ده بول، هي اللي كورة كده، بول دي كده كورة، انما دي دول. دول دي يعني عروسة او لعبة. دول دول يعني لعبة، عروسة دمية. دول ميري اند لوسي هاف دول، عندهم العروسة، عندهم عروسة لعبة او دمية، انما بول يعني كورة. بص دي دول ودي بول. ماشي يا رغد؟ ماشي يا مش مش اوكي يا رغد. دي كلمة ايه يا رغد؟ هني دول يعني ايه دول؟ دول يعني ايه دول؟ عروسة لعب صح. عروسة امال لعب ايه دي؟ امال ايه دي؟ كرة كرة. يعني ايه؟ بول بول. بول بول مش بول. بول بول ماشي؟ يلا اقرأي بول رقم 10، رقم 10، يلا يا رب، رقم 10. يابا 15 سام سام. سام عايزة أقول إن سام عنده توي، توي دي يعني لعبة برضو. يبقى سام إيه؟ هات هات هاز، عشان هو هي، يبقى هاز. سام هاز أتوي، سام عنده لعبة. طيب اللي بعديها رقم 11. اي اند توم، يعني انا وتوم. لو انا شلت يا رغد اي اند توم، يا رغد لو انا شلت اي اند توم دي كلها وحطيت كلمه واحده هقول ايه؟ اي اند توم هقول على ايه؟ على سنة ايه؟ ايه؟ وي. يبقى وي صح. اي اند توم يعني وي. احنا عندنا لعبه يبقى وي ايه؟ هاف ولا هاز؟ انجزي يا رغد. وي هاف ولا هاز؟ وي ايه؟ هاف. وي هاف ابول. وي هاف ابول، عندنا كرة. وي هاف ابول. يلا اللي بعديها بسرعة، اقراي بسرعة. ليلو ليلى. ليلى 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 ليلى. هاف ولا هاز؟ ليلى هاف ولا هاز؟ هاز، عشان هي هي، عشان هي شي، هي بتحب الاس، يبقى هاز. ليلى هاز ادق. ليلى عندها دق، عندها بق. اللي بعديها بقى اقرا الكلمه اللي بعديها عشان مش شطوره. ماي ماي فازر ماي فازر يعني ابي. ماي فازر اكار، ابي عنده سياره. هاز. برافو. ماي فازر هاز اكار، ابي عنده سياره. ماي فازر هاز اكار. بعد كده زي ا بلاك دوج. هاف ولا هاز؟ زي هاف ولا هاز؟ هاف. زي هاف يعني هم عندهم. يعني ايه بلاك دوج؟ يعني عندهم ايه؟ كلب اسود. ماشي يلا اقرأي. This cat هذه القطة blue eyes. This cat هذه القطة عندها blue eyes، عندها عيون زرقاء. هقول على this cat هقول على have ولا has؟ ها ها كده كده صح؟ كده صح يا رهودة؟ خطأ خطأ.
تبقى هاز، عشان هي مفرد، عشان هي واحدة بس، يبقى هاز. بليز كات هاز بلو ايز، عندها عيون زرقاء. يلا يا رغد، رقم 16. هاي لونها لونج، لونها لونج، لونج هير، شعر لون طويل. يعني لونج هير، لونج هير، انا عندي شعر طويل، يبقى اي ايه؟ اي هاد هاف، اي هاف لونج هير. بعد كده مفرد مفرد صح؟ سام اقراي حتة سا هادية. سم سا سم يا سم يا سم سم سامية، سم سامية أكاب، عندها كاب، كاب دي يعني طاقية، اللي هي عارفة الطاقية الكاب، عارفة الكاب. سامية هاف ولا هاز؟ ها هاف ولا هاز؟ ها بالإف ولا بالفي ولا بالإس؟ بالاس، بالاس، عشان هي مفرد، يبقى سامية هاز، عشان هي لو شيل سامية احط مكانها شي، وشي بتحب الاس، سامية هاز اكيد. اخر حاجة وي ماربلز، وي سام ماربلز، يعني احنا عندنا بعض البالي، ماربلز ده يعني بالي، عارفه البالي اللي احنا بنلعب بيه؟ احنا عندنا، يبقى وي ايه؟ هاف ولا هاز؟ وي هاف سام ماربلز، يعني احنا عندنا بالي، وي هاف سام ماربلز. يلا يا رغد اقرأي. اقرأي كده يا رغد وانت. اي، اي بتاخد ايه؟ اي بتاخد ايه؟ اس لا طبعا، انا اكون يعني اي ايه؟ كار لا طبعا، اي لوحديها بتاخد ام، اي ام، انا اكون يعني ام ايام، وهي وشي وات بياخدوا از، هي وشي وات بياخدوا از، ماشي، دول بياخدوا از، ووي ويو وزي بياخدوا ار، يبقى اي هتاخد ايه يا رغد؟ اي هتاخد ام ايه؟ ام، يبقى اي ام يعني انا اكون، انا اكون ايه؟ اقرأي الكلمة اللي بعديها كده. تشار اي ام اتيتشر، يعني انا مدرس، اي ام اتيتشر. يلا نمبر 2 اقرأي. وير دي ايه؟ كلمة ايه؟ ليه لوسي، واحدة اسمها لوسي، لوسي أباج، يعني لوسي عندها شنطة، ايوه لوسي، لوسي أباج، لوسي عندها شنطة، لوسي دي اللي هي شي، هتاخد أي واحدة يا رغد؟ أي واحدة؟ فين احنا؟ هنا، احنا هنا يا رغد، لوسي أباك، يعني لوسي عندها شنطة، هتاخد أنهي واحدة؟ هاز، عشان لوسي بتحب الإس، عشان هي مفرد، يبقى لوسي هاز أباك، عندها شنطة، لوسي هاز أباك، ماشي. بصي دي، يلا اللي بعديها يا رغد، وير، وير يعني أين، شوز يعني الأحذية، أين تكون الأحذية؟ والشوز دي جمع يا رغد، يبقى أين تكون الأحذية؟ الشوز جمع، هتاخد إيه؟ هقول وير آم ماي شوز، ولا إيز ماي شوز،
ولا ار ماي شوز؟ ار ار عشان شوز جمع. قولي الجملة كلها ترجمها لي يلا يا روان. وير اي ماي شوز وير ار ماي شوز يعني ايه بقى؟ يعني ايه وير ار ماي شوز؟ أنا أمتلك شوز. لا وير يعني اين، وار معناها تكون مش امتلك. امتلك دي اللي هي هاف يا رغد، امتلك اللي هي هاف وهاز، انما ار يعني يكون، وايز يعني يكون، وام يعني يكون، وشوز جمع يبقى بتاخد ار. يبقى وير ار ماي شوز معناها اين الحذاء بتاعي. وير ار ماي شوز يعني اين الاحذية. وير ار ماي شوز قوليها كده. Where are my shoes؟ قوليها تاني. ما تشوز يعني ايه where؟ where يعني ايه where؟ where دي يعني ايه؟ أين أين؟ وآر أين يعني ايه؟ وآر يعني ايه؟ آر يعني ايه؟ يعني تكون. where are my shoes تكون يعني أين تكون الأحذية بتاعتي؟ قوليها تاني. We Where are are my ها friends. shoes؟ أين تكون الأحذية؟ Where are my shoes؟ Where are my shoes؟ أين تكون أحذيتي؟ يلا رقم بعد كده. زي تاخد إيه؟ ماشي، بس ينفع اقول احنا قلنا ان ار معناها يكون، زي ار اقار، ينفع اقول هم يكونوا سيارة لا ولا هم يمتلكوا سيارة؟ هم انتهوا سيارة يعني ايه يمتلك بقى؟ يمتلك صح، هاف. وزي ما بتحبش الاس يبقى زي هاف اقار، يعني هم يمتلكوا سيارة. They have a car. قولي اللي بعديه وبسرعة. Tom. نعم A نعم white dog. يعني توم عنده كلب أبيض. توم ده مفرد، أقول عليه أو مين؟ كلب سود يبقى بيحب الإس. دي يبقى توم إيه؟ نعم إز. نعم توم يعني توم عنده كلب ابيض. هاز ا وايت دوج. ان اليفانت يعني الفيل. لونج نوز. يعني الفيل عنده لونج نوز يعني انف طويله. اقول الفيل يكون كاميرا ايه؟ اني واحده كاميرا هاز صح. لو انا قلت اليفانت از يعني هقول الفيل يكون انف طويله. ينفع اقول الفيل يكون انف طويله ولا عنده انف طويله؟ عنده أنف طويلة عنده يبقى هيز صح، انما يكون يعني از. هو الفيل يكون انف ولا الفيل عنده انف؟ عنده يعني ايه عنده أن انف؟ عنده يعني يمتلك يعني هيز. ماشي، طب ليه ما خدتش هاف ليه يا رغد؟ ليه ما قلتش يعني اليفانت هاف؟ ما هاف برضه يعني يمتلك. ليه ما قلتش اليفانت هاف؟ كان عايز عشان الالفنت مفرد، عشان الالفنت ايه مفرد، والمفرد بيحب الاس. ماشي ماشي، قولي بقى اللي بعديها كده لوحده زي الشطر. رقم 7. وي ها يعني ايه بقى؟ نحن نمتلك نحن نمتلك ايه؟ اقرأي اللي بعديه. اتش بي شطورة، برافو عليك. We have a big house يعني احنا نمتلك بيت كبير. يلا رقم 9.
تسعة ات ات ايه؟ ات اد اكسلنت. الات بتحب الاس بقى. ات از ا بيرد يعني هو يكون طائر، واذ معناها يكون، يبقى ات از ا بيرد هو يكون طائر. نمبر 10 رقم 10 لسه قايلين كلمه زي دي من شويه. Where اكسلنت يا رغد، برافو عليك. يعني ايه وير؟ يعني اين. وير ماي هات. ماي هات دي مفرد، مفرد يبقى ايه بقى؟ يعني اين تكون قبعتي، طاقيتي فين؟ يبقى وير ايه؟ ايه اللي المفرد بياخد Where ايه؟ المفرد بيحب الاس صح؟ يبقى وير ايه؟ Where لا المفرد بيحب الاس. إيه. Where is my hat؟ يعني أين تكون قبعتي؟ لا عارفة، لو كانت هات يا رغد، لو كان هات دي كده كان جمع، كنت قلت Where are my hat؟ يعني أين تكون قبعاتي؟ يبقى الجمع ما بيحبش الإس، إنما المفرد بيحب الإس، يبقى Where is my hat؟ Where is my hat؟ أين تكون طاقيتي؟ يلا اللي بعديها. رقم 11. شيء رقم 11 ذا بيردس. ذا يعني ال، بيردس يعني الطيور. ذا بيردس، طيور اهي جامعة اهي. ذا بيردس يعني طيور. تاخد ايه البيردس؟ الطيور دي جامعة، تاخد اني واحدة؟ ار ان ذا تري. ذا بيردس ار ان ذا تري، يعني الطيور تكون في الشجرة. قولي يا رغد الجملة كلها. ايه ذا بيردس يعني الطيور. قوليها تاني. ذا بيردس ار صح. The birds are in the tree، يعني الطيور تكون في الشجرة. The birds are in the tree. قولي اللي بعديها 12. نمبر 12 12 12. لانش لا لمو طالما السي جه بعديها اي لا او اي، طالما السي جه بعديها اي او اي او واي بتنطق اس، يبقى دي اسمها ايه؟ ليه لوسي. لوسي 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 اه لوسي لوسي ايه؟ لونج هير يعني شعر طويل، يعني لوسي عندها شعر طويل. لوسي ايه؟ ها هاز، عشان تحب الاس عشان لوسي هي مفرد. عندها شعر طويل يعني ايه شعر طويل؟ لونج هير. لوسي هاز لونج هير. قوليها تاني. لوزي هاز لانج لونج هير. عندي هي يلا كراي دي. توم 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 حلو أدكتور ماشي. توم يعني هاز أدكتور توم هاز ا دكتور، يعني توم يمتلك طبيب. ينفع اقول توم هاز ا دكتور يعني توم يمتلك طبيب، ولا توم يكون طبيب؟ لا توم يمتلك طبيب ولا توم يكون طبيب؟ از، برافو عليك يا رب. توم توم از ا أكون دكتور. طبيب
يبقى اكسلنت، يبقى توم يكون طبيب، يبقى توم از ا دكتور. نمبر 14، اي ا دوج. انا عايزاكي تختارها لي غلط يا رغد. أنا؟ عايزاكي تختاريها أوكي. غلط، عشان انت لو اخترتيها غلط هتشتمي نفسك. يعني اي اقرا الكلمة اللي بعديها. I have. ايوه صح، لو انت قلتي I am a dog يعني انت بتقولي انا اكون كلبة. انت كلبة؟ لا، I am a dog يعني انا اكون كلبة، انما I have a dog يعني انا عندي كلب. I have a dog، انا عندي كلب، انما I am a dog يبقى انت كده بتشتمي نفسك، بتقولي انا كلبة، انا اكون كلب. ماشي، هقفل وابعت لينك تاني. باي.